مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في كل مكان وتغطية خاصة جديدة. يمكن ايام قليلة خلاص بتفصلنا عن بداية فصل الخريف، ودايما يمكن بيرتبط ذكر اسم فصل الخريف بذكر الاكتئاب والمود المتغير لدى بعض الاشخاص ودخول في حالات حزن غير مبررة في احيان كتيرة. خلال الأيام الماضية انتشرت يعني بعض البوستات على فيسبوك بتتكلم عن الاكتئاب الخريفي، والحقيقة أنه أبدأ العديد من يعني الشباب قلقهم بخصوص المرور بهذا النوع من الاكتئاب. طيب إيه حقيقة ارتباط الاكتئاب بالخريف؟ إزاي نقدر نتعامل معاه؟ يعني تفاصيل كتير هيوضحها لنا دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. دكتور جمال، برحب بحضرتك معانا يا فندم في تلفزيون اليوم السابع. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا بحضرتك. يعني هل هناك بالفعل ما يسمى بالاكتئاب الخريفي يا دكتور؟ اي يا فندم، هو نوع من انواع الاكتئاب بنسميه الاكتئاب الوجداني. الاكتئاب هنا بيجيب المرض ده صوره. دكتور جمال، هو صوت حضرتك بس بيقطع شويه، استاذنك. انا تمام؟ اه يعني كده افضل شويه. فهو اكتئاب بيظهر في فترات معينة من السنة مع تغيير الفصول. بيتميز ان هو بيبقى فيه تغيير في الناحية المزاجية ما بين الليل والنهار. نعم. يعني احنا بنقول دايما ان الشخص ده بيبقى فيه تباين في الحالة المزاجية. الغالبية بتبقى الناحية الاكتئابية اكتر في النهار وبتقل بعد المغرب. جزء قليل منهم بيبقى خلال فترة النهار طبيعي، بيبدأ شعور بالاكتئابية بعد المغرب. فهنا ده هذا النوع من الاكتئاب زي ما قلت لحضرتك هو اكتئاب وراثي. نعم. كل ما الانسان بيبقى عارف الشخصيه بتاعته ان هو بيزيد اكتر مع الشخصيات الدوريه، نمط الشخصيه الدوريه، في شخصيات بنسميها سايكوسايميك بيرسوناليتي او الشخصيه الدوريه، دي بيبقى دايما مع تغيير الفصول بتلاقي الناحيه المزاجيه عندهم بتتغير ما بين الليل والنهار. بيبقى عصبيين شويه، اندفاعيين شويه، بيتنرفزوا بسرعه شويه مع شعور بالضيق في فتره معينه من اليوم. كل ما هو بيبقى متفهم هذه الحاله كل ما بيخفف الاثار بتاعته. طب يعني يا دكتور، ايه التغيرات اللي ممكن يحس بيها الشخص نفسيا في الفتره دي تحديدا؟ اضطرابات في النوم، الشغف للحياه او الشغف للاكل، الشغف لشراء لبس، الشغف لزور مكان معين او يقابل ناس معينه، الشغف ده بيبتدي يقل. الاكل اما بيقل خالص اما بيزيد خالص في الفتره دي، وخصوصا فتره الليل. الحركه بتاعته بتبقى بطيئه شويه، رغباته في كل شيء بتبدا تضمحل شويه، حتى صوته بيبقى قليل شويه في الفتره دي. طب يعني برضه يا دكتور، يمكن حضرتك ساعات احيانا بتحصل لدى البعض الاعراض دي، لكن التشخيص بيتم بناء على ايه؟ اكتر عرض ممكن لما يكون موجود يبقى اكيد ده الاكتئاب الموسمي. بص يا فندم، احنا قبل ما نقول اكتئاب دايما بنقول لو هي الحاله الزمنيه في هذه الاعراض استمرت اكتر من اسبوعين يبقى هنا بنراجع طبيب نفسي. لكن ممكن كلنا عادي جدا ان احنا نشعر بحاجات زي دي. صحيح. لمده يوم يومين مع تغيير الفصول وبتختفي لوحدها. فالناس ما تقلقش منها. لو استمرت اسبوعين مع قله التركيز، قله الانتباه، لا هنا والحاله المزاجيه تبدا تتعكر او لا تصفو شويه كده، يبقى هنا نراجع طبيب نفسي. يعني العامل الاساسي هو المده الزمنيه، اذا يعني المده الزمنيه كثرت عن اسبوعين يجب الاتجاه لطبيب نفسي. تمام يا فندم. تمام. طب ايه افضل طريقه للتعامل معاه يعني علشان نعدي المرحله دي من السنه؟ بص يا فندم، لو هي الامور شخصيه مش مرضيه، كل ما انا اخرج، كل ما انا احاول اضغط على نفسي ان انا اتكلم مع ناس بحبهم، اكل اكله بحبها، اسمع موسيقى بحبها، اروح اماكن انا ببقى مرتبط بيها بصوره ذهنيه طيبه. نعم. كل ده هيخفف عليا حده الشعور بالضيق. ما احاولش اقعد لوحدي، دايما احاول اكون موجود وسط ناس، خصوصا لو ناس انا بحبهم، ده بيقلل كتير جدا من الاعراض. دائما وابدا اكل حاجات اللي هي بتساعد على تنشيط السيروتونين او بتزود السيروتونين زي الشوكولاتات او العصاير، الحاجات اللي هي النتس، الكاجو، الفستق، والحاجات دي بتزود التركيز والانتباه وبتقلل الضغوط النفسيه. ابعد عن الشاي والقهوه والسجاير، اروح مثلا يانسون، كراويه، تيليو، الحاجات دي بتخفف الضغط شويه.
لكن مش بنلجأ لأي نوع من أنواع العلاجات بالأدوية، كلها علاجات يعني تعتبر نفسية. يا فندم لا ألجأ إلى أي عقارات أدوية إلا لو الأمور استمرت أكثر من أسبوعين وحسيت إن أنا ابتديت أتعطل عن ممارسة حياتي بالصورة الطبيعية. نعم. يعني لو أنا حاسس إن ممارسة الحياة الطبيعية وأداء الوظائف المنوط لي بيها إن أنا أعملها اتأثرت، يبقى أنا زرت الطبيب النفسي وجبة. نعم. ما عدا ذلك لا طبعا ما رحتش للطبيب خالص. نعم. طيب يعني دكتور، ماذا عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بيه؟ هل هم الأطفال، الشباب، أم كبار السن؟ السيدات أكثر من الرجال طبعا، الشخصيات اللي هي عايشة لوحدها سواء مطلقات أرامل أو غير متزوجين أكثر من المتزوجين، زي ما قلت لحضرتك الشخصيات الدورية أو الشخصيات العصبية بمعنى عام هي الأكثر عرضة للمرض. نعم. طيب أخينا يا دكتور، يعني ممكن هذا النوع من الاكتئاب يؤدي بالانتحار لبعض الأشخاص؟ لو دخلنا في الحالة المرضية الشديدة وابتدى الشغف يقل تماما، ابتدى النوم يضطرب بسرعة شديدة، طبقة الصدر ابتدت مسيطرة عليا، الحركة قلت، الانتباه والتركيز قلوا بسرعة عالية جدا، الناحية المزاجية ساءت بسرعة عالية جدا، ولم أذهب إلى مراجعة الطبيب، الأمور هتسوء، ممكن توصلني إلى مرحلة إحنا ما نحبهاش. فهنا لو رحنا للطبيب بدري مجرد ما بدأنا العلاج مبكرا اعتقد هيكون التخلص من اي افكار سيئه هيكون سريع. طب ونصايح حضرتك بقى يا دكتور؟ المرض النفسي مرض عضوي زي اي مرض، هو مرتبط بتغيير المناخ ومرتبط ببعض الليالي القمريه والشمسيه نتيجه تغيرات في بعض النواقل العصبيه داخل المخ، زيادتها او نقصانها بيظهر المرض. نعم. فهو مرض زي اي مرض عضوي، العلاج طالما في مرض يبقى لازم العلاج مبكرا قبل ما الحاله تتحول الى الحاله المزمنه او توصلني الى مرحله قد تسوء توصلني الى ايذاء الذات او الاخرين. دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم لوجودك معانا، وشكرا على هذا الكم من المعلومات، شكرا جزيلا لك. شكرا يا العفو. الشكر موصول لحضراتكم متابعينا في كل مكان، دي كانت تغطيتنا حول الاكتئاب الموسمي في هذه الفترة من العام، بالتأكيد دوما بنوافي حضراتكم بكافة التفاصيل وكل جديد على كافة الأصعدة، بشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات ومتابعات إخبارية جديدة على مدار اليوم، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.